عملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ تأسيسها عام 1983 على تجسيد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني، فما هي أولوياتها في عام المغفور له بإذن الله شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه؟ ما هي أبرز مشروعاتها وما دور المتطوعين في إنجاح برامجها وحملاتها محلياً؟ وفي فقرة سوالفكم مشاهدين الكرام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى كويت المحبة قيادة وشعبا، كل التهنئة بمناسبة أعيادكم الوطنية، أعيادكم عيد لنا. حياكم الله في حلقة جديدة من فرسان الإمارات، والبداية مع ضيف الفرسان سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، نتابعكم مع بعض. ما هي أبرز مبادرات وحملات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عام زايد؟ وما مدى نجاح الهيئة في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في العمل الإنساني؟ وكيف تجسد الهيئة شعار العناية بالحياة؟ وما دور المتطوعين أيضا في إنجاح برامجها وحملاتها محليا؟ أرحب بكم مشاهدين الكرام وبضيف الفرسان سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، يا مرحبا بك سعادتك. الله يحييك، يا مرحبا بتلفزيون الظفرة، والله يحييكم. لمحة عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في السطور التالية. سعادتك، ما هي برامج الهيئة لهذا العام، عام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هيئة الهلال الأحمر هي هيئة معطاءة للمجتمع، يساهم فيها أخواننا ومن المحسنين لسد احتياجات من هو في حاجة في على المستوى الداخلي، وكذلك جزاهم الله خير لهم أيادي بيضاء خارج الدولة. فنحن نحاول نحصر حديثنا فيما يخص الشأن الداخلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ما هي أبرز أولويات الهيئة في هذه المرحلة والتي تجسد شعارها العناية بالحياة؟ الهلال منذ أن أصدر قرار إنشائه المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان، ونشأت وهي تقدم العطاء وتقدم سد حاجة المجتمع، وكل سنة ونحن في برامج زيادة وفي عطاء مستمر وفي رقي في الأداء وكذلك في البرامج، وهذا تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ومتابعة حثيثة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس الهيئة حفظه الله. وهذه السنة بالذات تحمل سنة زايد، وكل من يعرف زايد ويعرف عطاء زايد أبى إلا أن يساهم في للهيئة بما أوتي من خير. لدى الهيئة العديد من المشاريع والحملات، منها مشروع حفظ النعمة، من يستهدف هذا المشروع؟ مشروع حفظ النعمة أحد المبادرات التي تعمل تحت مظلة الهلال الأحمر، وهي كيفية التواصل مع المطاعم ومع الفنادق ومع أصحاب الولائم بالنسبة للغذاء وحفظه وتقديمه للأسر المحتاجة ضمن قوائم مرصودة ومتابعة. أيضا لا يقتصر هذا الموضوع على الأطعمة، هناك حفظ الكساء وحفظ الطعام والكساء، وأيضا عندهم تواصل مع الأسر والأيتام على مستوى الدولة. سعادتك، مشروع الغدير يهدف إلى مساعدة النساء المعوزات، لو تتفضل بتوضيح أكثر عن هذا المشروع.
مشروع الغدير للحرف الإماراتية أحد المبادرات التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخ شمسة بنت حمدان نائب رئيس الهيئة للشؤون النسائية، وهذا يهدف إلى استقطاب الحرفيات والاستفادة من معرفتهن في الصناعات اليدوية وتسويق منتجاتهن من خلال هيئة الهلال الأحمر، وبالتالي يعود هذا المنتج ريعة إليهن لسد حاجتهن. وهذا مشروع ولله الحمد أثبت وجوده، هناك منتجات مميزة من ضمنها هدايا ومن ضمنها يستفيد منها الكثير الأجنبي والمحلي. ما هي مؤشرات أحدث تقارير المساعدات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر خلال عام 2017؟ نعطي لمحة بسيطة عن السنة الماضية سنة 2017 بالنسبة للمساعدات الخارجية، مجرد كلمة، وهو أن جت فترة لهيئة الهلال الأحمر تواجدها على دوليا، أول ما تطلع الشمس كانت تطلع على فيجي في الشرق قريب من أستراليا ونيوزيلندا، فكان للهلال تواجد في هذه المنطقة، وعند غروب الشمس في أمريكا الجنوبية أيضا في نفس الفترة كان هناك تواجد لعناصر الهلال في هذه المنطقة، فهذا من الشرق إلى الغرب، فكانت أيادي الهلال البيضاء متواجدة في هذه الدول. هذا طبعا جدير أن احنا نذكره لإيصال هذه المعلومة للمشاهدين. أما فيما يخص الشأن المحلي، فالسنة هذه نحن تعاملنا مع 87 جنسية مختلفة داخل الدولة، أيضا استفاد من برامج الهلال المختلفة 1,084,000 شخص اللي استفادوا من برامج هذه الهلال ل 2017. تقوم أعمال الهيئة على المتطوعين، نلخص أهداف إدارة المتطوعين وشو إيجابيات العمل التطوعي للفرد والمجتمع. دائما الهلال تبادر بمبادرات جديدة، ولكن تأتي المبادرة في وقتها عند إعلانها حتى تكون في وقتها. نحن الآن قاعد نحضر بداية السنة، فنحضر نحن البرامج مقبلين على المير الرمضاني، مقبلين على أفطار صائم، مقبلين على هذه البرامج السنوية تتخللها برامج يستفيد منها المجتمع بطريقة أو أخرى. ربما تواجهون صعوبات في إدارة المتطوعين، فما هي الآليات التي تستعملونها في إدارة المتطوعين ورفع جاهزية المتطوعين؟ يعتبر بالنسبة لها المتطوعين هي الذراع المنفذ لأنشطتها سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي، فلدينا إدارة مختصة بالمتطوعين تقوم بترويج العمل الخيري لهم، ومن ثم استقطابهم، ومن ثم تصنيفهم كل على حسب مهنته منهم، ولدينا تقريبا أكثر من 5,000 متطوع بمختلف المهن، منهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم الموظف ومنهم الفني ومنهم. هؤلاء الأشخاص هم من يقوم بتنفيذ برامج الهلال سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي تعاونا مع موظفي الهيئة. كان وما زال عندنا متطوعين في الجانب الطبي شاركوا في مخيمات الهلال الأحمر سواء في كردستان أو سواء في الأردن أو سواء في اليونان، المخيمات التي تم إنشاءها حديثا في اليونان، فكان هناك تواجد لمتطوعين إماراتيين على 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 الساحة الأوروبية في هذه الأماكن. يشارك المتطوعين في الحملات الموسمية المحلية، ما هي أبرز تلك الحملات؟ المتطوعين يشاركون الهلال في مجمل أعماله سواء مبادرات أو سواء فعاليات أو سواء حتى تم اختيارهم كمتطوعين لفريق الأزمات والطوارئ، تم إعدادهم ويتم تدريبهم بين فترة أخرى وتجهيزهم لهذه الأزمات، يتم الاستفادة منهم في أثناء الكوارث، أثناء لا قدر الله احتراق في البنايات، الكوارث الطبيعية، يتم الاستعانة بهم والاستفادة منهم في هذه الجوانب، وهم بالفعل أيادي
بيضاء لهيئة الهلال الأحمر. ما هي الصعوبات التي تواجهكم في إعداد المتطوعين؟ بالعكس، المتطوعين هم من يسعى إلى الوصول إلى الهيئة. إحنا لا ننسى أن المتطوع هذا قد يكون موظف أو قد يكون مسؤول في جهة ما، ولكن نحن حتى لا نغفل الجانب الآخر اللي هو جانب المؤسسات التي يعمل بها المتطوعين. كل الشكر والتقدير لهم، لأنهم من يسمح بالمتطوع بمشاركة الهلال في أعماله التطوعية، فأيضا المؤسسات هذه لها الشكر والتقدير. المتطوع يتم إعداده ضمن برامج ترسم له ضمن خطة سنوية، الاستفادة في التثقيف، الاستفادة في رفع الكفاءة يستفاد منها، أيضا في منهم من يستفاد منه في تدريب الآخرين. قبل ختام هذا الجزء من اللقاء، تنقسم أعمال الهيئة بين محلي ودولي، بماذا تختلف وتختص إدارة الشؤون المحلية في الهيئة، وهل ثمة فصل بين المحلي والدولي؟ الهلال يقدم مساعدات في المحلي، ويقدم إغاثة بالخارجي، ويقدم مشاريع مستدامة بالشأن الخارجي، ويقدم كثير من البرامج قد تتوازى وقد يزيد الشأن الخارجي فيها من برامج للحاجة لها، لأن هناك حيثما يتواجد الهلال تواجد الفقر، تواجد الحاجة لبث مساعدات الهلال، وأيضا لإنشاء المشاريع المستدامة التي تهدف إلى استقرار الأسر في تلك البلدان. سعادة راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، شكرا لكم على إثراء برنامج فرسان الإمارات. كل الشكر لقناة الظفرة على هذا الحوار الطيب، وإيصال برامج الهلال وأعمال الهلال للمشاهدين بهذه الصورة الجميلة. الشكر والتقدير لسعادة راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر. فقرة سوالفكم، والبداية مع أخوي طارق الحسني. تسلم يا أخوي محمد. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله التهاني إلى الشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت، وجاء في تدوينه على حساب سموه في موقع تويتر: إلى كويت المحبة قيادة وشعبا، كل التهنئة بمناسبة أعيادكم الوطنية المجيدة، أعيادكم عيد لنا ومناسباتكم فرحة لشعبنا، ننقل لكم ولأميركم أمير الإنسانية تمنيات شعب الإمارات بدوام العزة والمنعة والرفاه. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة محبة نابعة من المثل العليا في الإنسانية والتسامح التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى كل الذين يشاطروننا أحلامنا وتطلعاتنا. وقال سموه في تدوينه على موقع تويتر: الإمارات تنسج بنهجها الخير الذي أرساه زايد نموذجا عالميا في التسامح والتعايش، كسبت به قلوب الملايين حول العالم، هنالك الكثيرون على امتداد الوطن يكنون المحبة لنا في قلوبهم، يتعايشون معنا ويشاطروننا أحلامنا وتطلعاتنا. لهؤلاء جميعا نقول: الإمارات بلدكم الثاني. أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتفاعل الإيجابي لأبناء مدينة العين مع حادثة موت ودفن الطفلة الأردنية دانا رحمها الله، وجاء في تدوينه على حساب سموه في تويتر: رحم الله تعالى الطفلة الأردنية دانا التي توفت في حادث سير، وجزى الله أهل مدينة العين خير الجزاء على مواطنتهم الإيجابية الذين ما إن تنادوا للصلاة عليها عبر الرسائل الهاتفية نظرا لرقود ذويها بالمستشفى الله يشفيهم، حتى امتلاء مسجد حمودة بن علي بالمصلين جزاهم الله خير. أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن طواف أبوظبي حدث رياضي كبير يأتي بالعالم إلى أبوظبي وينقل الإمارة إلى العالم، وجاء في تدوينه على حساب سموه في تويتر:
طواف أبو ظبي حدث رياضي كبير يأتي بالعالم إلى أبو ظبي وينقل الإمارة إلى العالم. سحر الطبيعة وتنوعها وثرائها يجتمعان مع بنية تحتية متفوقة تشهد كلها على مسيرة التنمية المزدهرة في عاصمة الرياضة والخير والنور والتسامح. من جانب آخر أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة بالكوادر الوطنية التي تدير وتعمل في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، وجاء في تدوين على حسابه في تويتر: نعتز ونفتخر بالكوادر الوطنية التي تقود وتدير مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها بكل حرفية ومهنية. نسبة الكوادر الوطنية 60%، تتضمن 23% إناث يعملون بجد لتحقق المؤسسة أعلى معايير الكفاءة والسلامة وتساهم في بناء اقتصاد أخضر. عبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن أمله بأن تتسم قرارات الدوحة بالحكمة، مشيرا إلى أن جهودها المبعثرة تعمق أزمتها. وجاء في تدوين على حسابه في موقع تويتر: لا يسعني هذا الصباح إلا أن أشكر الإعلام القطري ومغرديه اهتمامهم بتغريداتي. همي الأساسي أن تتمكن الحكمة في الدوحة وأن تدرك قيادتها أن جهودها المبعثرة الحالية تعمق أزمتها وأن الخلاص في تغيير التوجه. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لليوم، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله في الحلقة المقبلة. نشوفكم على خير ومع السلامة. حياكم الله.